واللي بتقول ان المنتخب بيرفض مواجهه غانا وكوت ديفوار وديا في يونيو، واحنا عارفين المنتخب هيكون ليه ماتشين وديين قبل انطلاق بطوله الامم الافريقيه المقرر ليها ان شاء الله يوم 21 يونيو المقبل ان شاء الله في مصر، وهي بطوله اكيد غايه في الاهميه بالنسبه لكل الشعب المصري، وكلنا مستنيين الفوز بهذا اللقب ومستنيين كمان تنظيم اكثر من رائع، ومؤكد باذن الله ان ده اللي هيحصل. وشفنا المؤشرات الايجابيه في بدايه طبعا الحفل الخاص بقرعه بطوله الامم الافريقيه الاسبوع اللي فات. لكن المهم ان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده مستر اجيري المدير الفني المكسيكي رفض ان هو يواجه غانا وكوت ديفوار. ليه بقى؟ ليه؟ لان هو شايف ان لازم ياخد الامور بشكل تدريجي والمستويات بشكل تدريجي وتصاعدي، فشايف ان هو لازم يواجه فرق من القاره السمراء ما يكونوش او ما يكونوش من التصنيف الاول في افريقيا زي غانا مثلا وكوت ديفوار. لا، هو شايف ان هو يواجه فرق تكون اقل من كده في المستويات الفنيه عشان يكون في مستوى تصاعدي وتدريجي بالنسبه لمنتخب مصر، وده هينعكس بشكل فني وبدني وذهني اكبر على منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه، وخصوصا ان احنا معانا زيمبابوي وكونغو واوغندا، فبالتالي المجموعه بتاعتك يعني متوسطه شويه، خلينا نقول متوسطه يعني مش ضعيفه قوي ولا قويه قوي، لكن هي مجموعه مناسبه يعني ما كناش نحلم بيها، يعني حاجه كويسه. لكن من وجهه نظر الجهاز الفني ان انت تاخد المباريات بشكل تصاعدي بالتحديد فيما يخص المباريات الوديه. يعني منتخب مصر تقريبا اتفق خلاص مع منتخب غينيا بيساو ان هو يواجهه يوم 16 يونيو، وهيكون في مباراه اخرى قبل هذه المباراه لسه بيتم التفاوض والاتفاق عليها مع احدى المنتخبات الافريقيه، المباراه دي هتكون يوم 10 او 11 يونيو المقبل، وهما دول المباراتين الوحيدتين لمنتخب مصر في اطار استعداده لبطوله الامم الافريقيه.